بيكم طلاب الصف الاول الاعدادي، ميعادنا مع شرح ماده الرياضيات فرع الهندسه. والدرس اللي معانا النهارده الترم الاول انواع الزوايا الناتجه عن تقاطع مستقيمين. يعني لو عندنا مستقيمين زي ما احنا شايفين كده، وجه مستقيم قطعهم، يعني دخل وسطيهم، هينتج ثلاث انواع من الزوايا. يبقى اذا قطع مستقيمين ينتج ثلاث انواع من الزوايا. بينتج زوايا متبادله وزوايا متناظره وزوايا داخله. يعني ايه زوايا متبادله؟ زوايا متبادله يعني بدل يعني عكسها من الناحيه الثانيه. يعني عندنا زاويه مثلا زاويه رقم 4 دي، تمام، مع الزاويه رقم 5. بصوا واخدين بالكم هنا، دي ناحيه الشمال ودي ناحيه اليمين، وعندنا 3 و 6 شمال ويمين، يبقى دي زوايا متبادلة. طب الزوايا المتناظرة اللي هما يعني قصاد بعض، يعني كلمة متناظرة يعني نظيرها، يعني قصادها أو يعني زيها. الزوايا المتناظرة زي مثلا زاوية رقم 1 دي، تمام، وزاوية رقم 5، الاتنين متناظرين هما قدام بعضهم، تمام. طب هتقول لي ليه ما ينفعش 3؟ أقول لك لأن بمنتهى البساطة إن إحنا بنتكلم على الجزء بتاع الزوايا دي، فهنا طبعًا 3 في نفس التقاطع بتاعها بتاع 1، فما ينفعش، تمام؟ لكن إحنا عايزين من التقاطع التاني، يبقى 1 و5 زوايا متناظرة، 2 و6 زوايا متناظرة، 3 و8 زوايا متناظرة، يعني نفس الموقع بتاعها بالظبط، متناظرة يعني زي بعضها، نفس الموقع وقصاد بعض في نفس الوقت. 4 و7 زوايا متناظرة، تمام. زوايا داخلة، كلمة داخلة يعني من جوه، يعني من جوه المستقيمين اهو، داخلة من الداخل يعني. 3 و5 زوايا داخلة، و4 و6 زوايا ايه؟ داخلة. تعال نشوف مثال تاني نتكلم عن اذا قطع مستقيمان متوازيان. طب اذا كان في مستقيمين متوازيين يعني ايه؟ ماشيين مع بعض، واحد اهو كده ماشيين مع بعض على طول، تمام، قصاد بعض اهو، وجي مستقيم قطعهم، بينتج برضو ثلاث انواع من الزوايا، زاويتين متبادلتين متساويتين في القياس. زاويتين متبادلتين يعني هنا 3 و6، دول زاويتين ايه؟ متبادلتين متساويتين في القياس، يعني قياسهم زي بعض بالظبط. 5 و4 برضو زاويتين ايه؟ متبادلتين، قياسهم يبقى زي بعض، يبقى الزاويتين المتبادلتين ايه؟ قياسهم ايه؟ متساوي. زاويتين متناظرتين ومتساويتين في القياس زي 1 و8، والزاوية التانية 2 و7، زاويتين متناظرتين دول برضو بيبقوا متساويتين في القياس. زاويتين داخلتين وفي جهة واحدة من القاطع متكاملتين، يعني الزاوية الداخلتين اللي هو 3 و5 دي، واخدين بالكم، دي زاويتين داخلتين الاتنين مجموعهم 180 درجة، لأن هم زاويتين متكاملتين 180 درجة، تمام؟ يبقى 3 و5 و4 و6 زاويتين ايه؟ كده دي زاوية زاويتين متكاملتين. في الشكل اللي جاي ده، إذا كان أ ب، شعاع أ ب يوازي الشعاع ج د، أو المستقيم ج د، وأ ج قاطع لهما، جه ألف جيم كده قطعهم، هما الاثنين متوازيين اهم، واخدين بالكم، هو بيقول لك التوازي. طالما في توازي بينتج ايه؟ بينتج زوايا متبادلة وزوايا متناظرة وزوايا ايه؟ داخلة. قياس زاوية ألف، إذا قياس زاوية ألف يساوي قياس زاوية ايه؟ جيم. ليه بقى الزاوية دي تساوي الزاوية دي؟ لأن الزاويتين ايه؟ متبادلتين اهم، عاملين حرف زد. لما يكون في حرف زد كده أو معكوس، خلي بالكم، يعني زد الناحيه الثانيه زي حرف الاس كده، يعني لما يكون في حرف زد كده اهو زي ما احنا شايفين كده قدامنا، معدول او مقلوب، يعني حرف زد مظبوط معدول او حرف زد مقلوب الناحيه الثانيه ناحيه اليمين، ده الزاويتين بتبقى ايه؟ متبادلتين اهو، زاويه الف وزاويه ايه؟ جيم، زوايا متبادله. لاحظ حرف الزد، خلي بالك، زوايا متبادله، يبقى دول ايه؟ قياس زاويه الف تساوي قياس زاويه ايه؟ جي. تعال نشوف الشكل الثاني.
إذا كان ألف ب يوازي جيم د وألف جيم قاطع لهما، فهنا في هنا عندنا مستقيمين متوازيين وماشيين قصاد بعض، وجي ألف جيم قطعهم، يبقى كده قياس زاوية ألف ب جيم تمام يساوي قياس زاوية ألف دال جيم. طيب نلاحظ حرف الإف هنا في الزوايا، الزوايا طبعا اللي هي متناظرة، واخدين بالكم اهو، زاوية ألف هنا وزاوية جيم الناحية التانية، الزاوية دي والزاوية دي ايه متناظرتين، يبقى قد بعض. نلاحظ في حرف إف هنا، فطالما في حرف إف كده سواء معدول أو مقلوب بالمناسبة يبقى في زوايا إيه متناظرة، يبقى إحنا خدنا حرف الزد زوايا إيه متبادلة، حرف الإف في زوايا إيه متناظرة. تعال نشوف الزوايا المتكاملة بقى، ما إحنا قلنا في ينتج تلات أنواع من الزوايا، متبادلة ومتناظرة وداخلة. الزوايا المتبادلة بيبقى فيه حرف زد، الزوايا المتناظرة بيبقى فيه حرف إف، الزوايا الداخلة بيبقى فيه حرف يو زي ما احنا شايفين قصادنا كده. ألف ب يوازي جيم د، وجه ألف جيم ايه؟ قاطع لهما. يبقى إذا الزاوية زاوية ألف، زاوية ألف دي اللي من جوه من هنا زائد زاوية جيم يساوي 180. ليه بقى؟ لأنهما داخلتان وفي جهة واحدة من القاطع، لاحظ حرف اليو. جهة واحدة من ايه القاطع؟ هو جوه الايه؟ جوه المستقيمين هنا، الزوايا جوه المستقيمين. وفي جهة واحدة من القاطع اللي هو ألف جيم. تمام؟ جهة واحدة من جوه هم. فكده هنا الزاوية ألف وزاوية جيم زاويتين كده متكاملتين، يعني مجموعهم هما الاتنين كام؟ 180 درجة. خدنا ثلاث أنواع من الزوايا، زوايا متبادلة ويبقى موجودة على حرف زد، وزوايا متناظرة بيبقى موجودة على حرف إف، وزوايا متكاملة موجودة على حرف يو. خلي بالكم ان حرف الزد او الاف او اليو ممكن يجي مقلوبين، يعني ممكن تيجي يو مقلوبه، اف مقلوبه، زد مقلوبه، وهنشوف المثال اللي قدامنا. زي اللي قدامنا دي، ده حرف زد بس مقلوب، زد ايه مقلوب الناحيه الثانيه، يبقى برضو في زوايا ايه متبادله. في الشكل المقابل اذا كان س ص يوازي ع لام، س ص يوازي ايه ع لام، فجي قاطع طبعا س ع قطعهم، يبقى اذا الزاويه س تساوي قياس الزاويه ايه؟ تمام، برافو عليكم، قياس الزاويه ع، قياس الزاويه س تساوي 55، قياس الزاويه س تساوي قياس الزاويه ع 55، لانهما ايه؟ متبادلتان، وطالما متبادلتان يبقى زاويتين ايه؟ متساويتان. يعني لما يجي مثال زي كده ويقول لك اوجد قياس الزاويه ع، هتقول له قياس الزاويه س تساوي قياس الزاويه ع بالتبادل، اذا قياس الزاويه ع تساوي 55 بالتبادل مع قياس الزاويه س. طيب الشكل الثاني، اذا كان ا ب، ا ب تمام يوازي ج د، يوازي ايه ج د، و ا ج تمام، ا ج برضو ده قاطع لهما، وألف جيم إيه قطعهم. قياس الزاوية عين اللي هو يقصد قياس الزاوية، سوري قياس الزاوية ألف تساوي 72، قياس الزاوية ألف تساوي 72، أوجد قياس الزاوية جيم ألف ب، جيم ألف ب اللي هي الزاوية الكبيرة يعني. خلي بالكوا لما هنا، هنا في الجزء ده هنا قياس الزاويه ب ا ه اللي هي من فوق دي، دي 72، في زاويه ثانيه تحتيها اللي هي ج ا ب، ج ا ايه ج ا ب اللي هي من تحت من هنا. فنخلي بالنا في الموضوع ده، لان هنا دلوقتي دي زاويه واحده بس مقسومه نصين، يعني ا دي تعتبر زاويه واحده بس مقسومه نصين، زاويه ناحيه فوق وزاويه ناحيه تحت، زاويه ب ا ه وزاوية ج أ ب. طيب قياس الزاوية ه ج د، ه ج د تمام، هنا في حرف اف بس مقلوب، واخدين بالكم لتحت اهو حرف اف مقلوب، يبقى هنا طالما في حرف اف مقلوب نفتكر مع بعض يبقى في زاوية ايه؟ زاوية متناظرة، زاوية ايه؟
متناظرة. زاوية ه ج د ه ج د تمام يساوي قياس الزاوية ه أ ب تساوي 72 ليه؟ بالتناظر. يعني الزاوية دي تساوي الزاوية دي، زاوية أ اللي من فوق دي تساوي الزاوية ج بالتناظر قصاد بعضهم، وطالما في حرف اف يبقى هنا كده ايه متناظرتين. يبقى احنا طلعنا قياس الزاوية ج دي 72. طيب هو عايز قياس الزاوية أ دي كلها على بعض، جبنا نصها اللي هي 72، عايزين نجيب النص التاني. قياس الزاوية ه ج واو، ه ج واو دي تساوي قياس الزاوية ج أ ب، ج أ ب. مين يقول لي؟ بالتبادل، يعني الزاوية اللي من بره دي ج اللي من بره دي تساوي أ اللي من جوه بالتبادل. طب فين حرف الزد؟ أهو يمشي كده هتلاقي حرف زد مقلوب، حرف زد ايه؟ مقلوب. يبقى هنا اهو الزاوية ج أ ب تساوي الزاوية ه ج واو تمام، أو ج ج أ ب بالتبادل. يبقى الزاويتين متبادلتين. يبقى إذا طالما هنا متبادلتين يبقى الزاوية 72، يبقى هنا دي 72، يبقى الزاوية ج على بعضها يساوي 180 ناقص 72. هتقول لي ازاي؟ اقول لك بمنتهى البساطة ان هنا عندنا الزاوية اللي على مستقيم اللي هي الزاوية ج دي، طبعا طبعا تبقى زاوية متكاملة، زاوية 180 درجة، احنا خدناها المرة اللي فاتت ان الزاوية طالما في هنا على مستقيم يبقى زاوية 180 درجة. يبقى 180 ناقص 72 يساوي كام؟ يساوي 108، يعني الزاوية اللي هو عايزها دي يساوي 108. تمام؟ ليه بقى؟ لأن الزاويتين الداخلتين دول إيه؟ زاويتين متكاملتين، يعني إذا كانت ج هنا تساوي 270 يبقى الناحية التانية تساوي 108، تساوي 108، يبقى إحنا كده الزاويتين إيه؟ متكاملتين. طيب، ناخد مثال تاني. إذا كان أ ب مستقيم يوازي ج د تمام، أ ب يوازي ج د يوازي ه واو تمام، ثلاث مستقيمات اهو. وقياس الزاوية أ تساوي 130 وقياس الزاوية ج تساوي 110. احسب قياس الزاوية أ ه ج، أ ه ج يعني الزاوية دي كلها على بعضها، خلي بالكوا دي مقسومة نصين، يعني هجيب قياس الزاويه اللي على اليمين هل أ ه واو، واجيب الزاويه اللي هي د أ ه ج تمام. يعني انا محتاج اجيب الزاويه اللي من هنا والزاويه اللي من هنا. طيب هنقول بما ان أ ب وهو ه واو، ناخد جزء جزء، نجيب الزاويه دي في الاول، أ ب وه واو زاويتين مستقيمين و أ ه قاطع لهما. اذا قياس الزاويه أ زائد قياس الزاوية أ ه ج، أ ه ج يساوي إيه؟ يساوي 180 درجة، لأن زاويتين إيه؟ داخلتين. طيب، يبقى إذا قياس الزاوية أ ه ج تساوي 180 ناقص 130، يبقى هنا تساوي دي تساوي إيه؟ 50، يعني الجزء ده هنا 50. طيب، وبما إن إذا كان ه واو وج د متوازيين وه ج قاطع لهما تمام، اذا قياس الزاويه ج زائد قياس الزاويه زائد قياس الزاويه ج ه واو تمام اللي هي دي تساوي 180. يبقى 180 ناقص 110 يبقى كام؟ يبقى 70. يبقى احنا طلعنا 50 زائد 70 يدينا 120. يبقى اذا قياس الزاويه ج ه و ج ه واو يساوي 180 ناقص 110 يساوي 70، فإن قياس الزاوية أ ه ج، أ ه ج الزاوية دي كلها على بعض تساوي كام؟ 120. فهمتوا اللعبة إزاي؟ يعني هنا أهو حرف اليو، يعني الزاوية دي تساوي الزاوية دي زائد الزاوية دي ومتكاملتين مع بعض تساوي 180، ونفس القصة قياس الزاوية ج دي مع قياس الزاوية ه الناحية دي يساوي 180. جبنا قياس الزاوية أ ه واو، وجبنا قياس الزاوية ج ه واو وجمعناهم مع بعض طلعت 120 تمام. ناخد مثال تاني اصعب شويه.
إذا كان قياس الزاوية، إذا كان أ ب مستقيم يوازي ج د مستقيم ج د، تمام، وقياس الزاوية أ تساوي 52، وقياس الزاوية ج تساوي 65، احسب قياس الزاوية ه اللي هي في النص دي. طيب هنجيبها ازاي؟ بيقول لك نرسم ه واو يوازي أ ب، يعني احنا نتخيل ان في هنا ه واو يوازي أ ب، وأ ه قاطع لهما، فإن قياس الزاوية أ تساوي قياس الزاوية أ ف واو بالإيه؟ بالتبادل. بس واخدين بالكم من هنا كده؟ هنا المفروض أصلا إحنا عملنا كده حرف زد أهو، فهنا الزاوية دي تساوي الزاوية إيه؟ الزاوية دي من تحت بالتبادل. إذا قياس الزاوية، إذا كان ه واو شعاع مستقيم يوازي ج د، تمام؟ إذا قياس الزاوية ج يساوي قياس الزاوية ج ه واو بالإيه؟ بالتبادل. طب هتقول لي هو احنا دلوقتي احنا رسمنا ليه اصلا واحنا هنرسم على الرسمه؟ اقول لك انا بمنتهى البساطه، طالما في هنا في تقاطع، بس التقاطع مش مظبوط، يعني مش على خط مستقيم، فانا بقى هو اصلا هنا في تبادل واضح اهو، بس انا عشان اوضح لنفسي فرسمت الايه اله واو الايه اله واو الشعاع ده، هو كان في شعاع هنا، لكن هنا 65 بالتبادل معاها هنا 65، وهنا 52 بالتبادل معاها هنا 52، يبقى 52 زائد 65 يساوي 117، فينزل قياس الزاوية أ ه ج يساوي كام؟ يساوي 117. تمام؟ بكده نكون خلصنا الدرس بتاعنا النهارده، أنواع الزوايا الناتجة عن قطع مستقيمين. هنكمل الدرس اللي جاي إن شاء الله، وهناخد تمارين عامة على الدرسين، هناخد شروط التوازي مستقيمين، وبعد كده هناخد تدريبات عامة على ايه؟ على الدرس كله، على الزوايا بالكامل. اتمنى لكم كل التوفيق. باي باي، واشوفكم في الدرس القادم. مع السلامة.